السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباكم؟ شخبا وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا غنتقاسم معكم واحد صابلي بالمذاق ديال قهوه سريعه الذوبان. كيجي هائل ولذيذ جدا بواحد الحشوه رائعه، وان شاء الله ندوزو للمقادير بحول الله. بسم الله، المقادير كالتالي: عندي هنا واحد 200 غرام ديال الزبده حيوانيه، لا بغيتو تستعملوا اي زبده استعملوها لكم الاختيار كما كنقول لكم. 350 غرام ديال الطحين هنا معبوره، 100 غرام ديال سنيده، ساشي ديال فاني، بيضه كامله واصفر بيضه. عندي هنا واحد 3 المعالق ديال الزيت، هنا عندي واحد 20 غرام ديال الكاكاو، كاكاو يكون جوده يكون مزيان. وهنا عندي واحد 2 معالق صغار ديال القهوه السريعه الذوبان، دايره في الزقاف واحد 2 معالق كبار ديال الماء. وهنا عندي واحد راس معلقه ديال الملحه، ماشي قياس الملحه، راس معلقه ديال الملحه صغيره. هادشي اللي كاين في المقادير، ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. و اون ميم طون انا كنعاود لكم المقادير. بسم الله، درت لك الساعه ديالي، ندوزو ان شاء الله. هندير فيها 200 غرام ديال الزبده، اليوم راه كاينه الحراره، دونك 200 غرام ديال الزبده. ندير معاها هاد راس معلقه ديال الملحه، الملوحه كتجي زوينه في لي سابلي، كتجي رائعه سورتو مع لي سابلي اللي كيكون فيهم الكاكاو، كيجيو هائلين. دونك جربوها ان شاء الله تعجبكم. ساشي د فاني، 100 غرام ديال سنيده رقيقه، وان شاء الله نبدا نخلط. هنا عندي 3 المعالق كبار ديال الزيت. علاش استعملت الزيت واخا عندي زبده حيوانيه؟ علاش؟ لانني عندي كاكاو، كما كتعرفوا كاكاو شويه كييبس وكيوقف لو سابلي، دونك هاد الزيت كيخليه يجي شويه كي بحال اللي كيحل لينا هذاك الكاكاو، كيجي فتيل لو سابلي الكاكاو، ما كيجيش يابس. دائما الكاكاو كينشف، راه ملي ديروه في الكيك حتى هو كينشف. دونك هنا عندي 2 معالق صغار ديال نسكافيه سريعه الذوبان، صافي. وندير هاد 20 غرام ديال الكاكاو كما قلت لكم، دونك 20 غرام ديال الكاكاو تقدر شي 2 معالق عامرين ديال الكاكاو. ضفت هنا صفر بيضه وبيضه كامله، صافي. ونخلط، صافي. ونبدا نضيف الطحين، عندي هنا 350 غرام، دونك دائما ما نكبوش كامل، تنشوف وانا كنخلط عيب اطراف الاصابع كما كنقول لكم. صافي، غنستمر هكا تنجمع الصابلي ديالي بحال لي كنقول لكم عيب اطراف الاصابع، ونحصلوا على عجين لين ما يكونش قاصح، وصافي. ونرجع لكم ان شاء الله من بعد ما نجمع العجين ديالي باش نمشي معكم خطوه خطوه. دونك هنا كما كتشوفوا انا جمعت هذيك 350 غرام في هذيك المقادير اللي درت، جاتني العجينه خفيفه بزاف، دونك كتبدا تلصق ليا بزاف. دونك انا محتاجه عجينه تكون لينه وتكون ما خفيفاش بزاف. دونك هنا انا عبرت واحد 50 غرام ديال الطحين، دونك بالمجموع تكون عندي 400 غرام. 350 مع 50 هي 400 غرام. دونك انا غنشوف، غنضيف ونبدا نجمع ونقول لكم في الاخر شحال خدات ليا هاد العجين ان شاء الله. دونك غنجمع العجينه ونرجع لكم ان شاء الله ونشوف لكم شحال خدات معايا. دونك العجين برمته مي ضفت له هذاك تشرب هذاك 50 غرام كامله. دونك هاد 200 غرام الزبده مع ديك 3 معالق كبار ديال الزيت شربت ليا 400 غرام ديال الطحين. دونك كتجيني عجينه خفيفه ولينه وصافي، هادشي اللي كاين. ان شاء الله ندوز غنخليها تبرد وعاد نرجعو ان شاء الله نشوفو الحلشوه اللي غنديرو وشنو غنديرو فيها. قبل ما ندير العجين ديالي ان شاء الله تبرد، بغيت نفتح واحد القوس هنا كما كتشوفوا لا كولور ديال لاباط كتجي شوكولاتي، كتجي زوينه لا كولور ديالها، ما كتجيش هذاك الكحل الداكن
ما زوينش مسخ، كيكون مسخ داك الكحل القوي المسخ هذاك ما كيجي، كيجي من كاكاو، كاكاو كيكون ماشي جوده وماشي زوين، حتى لا كولور ديالته ما زويناش. دونك الا كان الكاكاو ممتاز وزوين كتجي لا كولور ديال لاباط ديالكم كتجي زوينه. ثانيا انت هذاك القهوه سريعه الذوبان حتى هي كتلعب دور، مي كتشمي ديك لاباط كتعطي واحد الرائحه جميله ديال القهوه، ما كتعطيش رائحه الحروقه. الا كانت القهوه زوينه حتى هي راه لاباط ديالكم كتجي لذيذه وجميله في المنظر كذلك. بالنسبه لدابا حيت راه الحراره اليوم قطعت لاباط على 4 باش نجبد الطرف بالطرف ونخدمو باش ما تسيح ليش هنا لاباط، لان خفيفه كما كتعرفوا والزبده كتسيح مع الحراره. هادشي اللي كاين ان شاء الله ندير لاباط ديالي تبرد ونرجع لكم بحول الله. صابلي ديالي كيبرد، فهاد الاثناء نستغل الفرصه ونوجد الحشوه اللي على الصقبع. صابلي هنا عندي 200 غرام ديال فيوتين، 200 غرام 250 ربعه ديال شوكولا دو كوفيرتور ديال 70 غرام ديال الكاكاو، وهنا عندي واحد 80 غرام سنيده و 200 غرام اللوز. بغيتو تمشيو حتى 100 غرام لكم الاختيار، انا كنقص شويه الحلاوه ما امكن. دونك هاد اللوز يلا حمرتو، هو محمر سخون، غنطحنو مع هاد 80 غرام ديال سنيده وعن ندوز وعن ندير الشكلاط ديالي يدوب في البان ماري وندوزو نشوفو كيفاش غنخلطو. ساهل ما بقى والو. بالنسبه اللي ما باغي يهني راسو من الخدمه ويشري البخاليني من المحلات اللي كيبيعوا الحلويات، كيبيعوا البخاليني ويديروا لا كونتيتي ديال البخاليني اللي بغاو في هذه الحشوه، والحشوه كتبقى حسب اللي بغيتو لكم الاختيار. المهم يجي ان كروكون في الحشوه ويجي هكا فيها العضه. هادشي اللي كاين كما كتشوفوا هانتوما واحد جوج طحنات مع السكر عنديهم ديال اللوز بحال هكا تيولي هكا عجينه، وواحد الطحنه ديال اللوز غنخليها كروكون شي شويه مهير مشى مدرسه وصافي. هادشي اللي كاين وغتشوفوا ان شاء الله من بغي نخدم العجينه. من بعد ما بردات كناخذ طريف طريف تاعي صغير وكنبدا نقطع، لان الحراره والعجينه دغيا كتسخن مع الحراره مع الزبده كتعرفوا. دونك ديروا هكا قطعوا بالمرشم اللي بغيتوا، انا اختاريت هذا المرشم. دونك غنقطع عيب بهاد الجهه اللي كتكون اللي كتعطيني هاد الحفيره. دونك هنا هانتوما كما كتشوفوا، دونك كله ما نقطعهم بحال هكا. هادشي اللي كان، غنستمر بهذه الطريقه تنسالي العجين ديالي ان شاء الله ونرجعوا نشوفوا ما تبقى بحول الله. دابا شنو نديرو؟ هانتوما كما كتشوفوا داك اللوز اللي حمرتو قلت لكم نطحنو مع داك 80 غرام ديال السكر، هانتوما واحد ثلثين طحنتو بحال هكا حتى ولا بحال عجين بخاليني تقريبا. المهم البخاليني كيكون بالكراميل ولكن درتو انا بهذيك الطريقه، حتى هو زوين، حتى هو كيعطيني مذاق سريع. وهنا هذاك الثلث ديال اللوز ديال 200 غرام درتو بحال هكا، خليتو شويه محرش واحد شويه صافي. دابا شنو ندوز؟ قطعت الشكلاط ديالي داك 4 شكلاط، قطعوها هكا صغيوره باش تذوب لكم بسرعه وتذوب لكم مزيان، ما يبقاش طراف كبار. اما كون ما ديروش الشكلاط طراف كبار وتخليهم كيذوبوا، قطعوه دائما رقيق باش كيذوب لكم دغيا، ما يبقاش الشكلاط كتحرق في داك البان ماري. دونك هنا عندي الشكلاط ديالي يذوب ونرجعوا نشوفوا الخطوه الاخيره ديالنا. من بعد ما داب الشكلاط شفتوا ما ديروا فيه حتى نقطه ديال الليدام. هاد الشوكولا دو كوفيرتور شفتوا كما كتشوفوا اي بغيون، ما كيحتاجش ماشي بحال الشكلاط العادي، دونك ما تحتاجوش ديروا فيه حتى الليدام. دونك لا زيت لا زبده. دونك ان شاء الله هنا عندي كما شفتوا اللوز والفيوتين، غنضيف عليه الكميه الشكلاط حسب واللي عندي اون بات عجين ديال هاد الخليط هذا. هادشي اللي كاين، غنضيف الشكلاط ان شاء الله، نضيفو ما حدو سخون باش يطلق لكم داك اللوز، ما تضيفوش الكميه كامله. سمعتو خش 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 خش، داكشي اش قلت لكم كيجي الكروكون كيجي زوين مع البسكوي مع الشوكولا مع مع الفيتين مع القهوه، واحد المزيج هائل وكيجي صابلي راقي ولذيذ جدا.
غنزيد واحد شويه الشكلاط، دونك هاد الكميه كامله ما ديكتهاش، دونك واحد شويه نخلطو مزيان حتى كيندمج اللوز مع داك الفيتين والشوكولا، لان اللوز راه كيكون مع الصد. دونك العجين ديالي نحصل عليه لهاد الخليط، غنحصل عليه الشكل شتو. دابا غندوز غنطلقو بين جوج وغاط بابي سولفيغيزي ونرجع لكم ان شاء الله. الحشوه ديالتي ها نتوما كما كتشوفوا طلقتها فواحد البابي سولفيغيزي، درت عليها واحد الميكا وطلقتها بالثلاك، حتى خديت السمك اللي بغيت. دونك بغيتو تخليوها غليظه شويه، بغيتو رقيقه، حسب اللي بغيتو حسب شهوتكم. دونك انا دابا فهاد الاثناء خليت على هاد السمك هذا، غنمشي نديرها في الثلاجه حتى تشد راسها وتبرد، وعاد نرجع ان شاء الله نشوفوا البقيه. هذيك الحشوه اللي وجدت قبيلات بالفيتين واللوز والشكلاط ها هي دابا بردات. دونك شنو كندير؟ كنشد نفس الطابع اللي طبعت به السابلي ديالي، ها نتوما كما طاب ها هما شفتوا، غنطبع به هاد الحشوه كما كتشوفوا هكا. دونك ديروها في الثلاجه وخليوها شي شويه تشد راسها عاد بداو تخدموا بها. دونك اش نديرو؟ كنشدو هاد الحشوه ها نتوما كيفاش كت هذا، كنحيد منها هادي انا بغيتها نفس الشكل، نشدها ونشد الصابلي بحال هكا. كل واحد يدير الديكور اللي بغى حسب هذا، حسب الصابلي ديالو كيفاش قطعو. دونك انا عنديهم هاد الشكل، كل واحد كيفاش كيبان له كيفاش يزوق الصابلي ديالو. دونك الفكره كانت دو باز هي الصابلي وهاد الكروكون. دونك هادشي اللي كاين، وما تبقى لكم الابداع. شتو انا عندي على هاد الشكل هكا كروزي. دونك شديت هو هذا الوجه الصابلي الا استعملت هاد المرشم. دونك كندير الحشوه ديالتي هكا، والاخر كنكروزي هكا، فهمتي؟ كيجي كروزي بحال هكا، كيجي بحال لا تيليب شويه كيشبه، شتو. دونك صافي نكمل بهاد الطريقه، تنسالي صابلي وان شاء الله عندي واحد الاضافه طفيفه ديكوراسيون اللي كنقول لكم بدعوا كما بغيتو. اقتصدتوا على هاد الشيء راه كيجي جميل، ديروا هي كاري وديروا فيه هاد الكروكون كيجي جميل حتى هو رائع. دونك الذوق هو اللي كنركزوا عليه، ما تا الزواق راه كل واحد كيزوق حسب ما بغا وحسب شنو عنده في المنزل ديالو. دونك كنستمر بهاد الطريقه حتى كنسالي صابلي ديالي ان شاء الله. صافي كيجي على هاد الشكل، شتو الحشوه كروكون كيجي هنا، وانا كنفيني على حسب الرغبه ديالتي اللي بغيت. دونك كنحيد هاد الطريف اللي كيكون خارج بحال هذا، كنخلي هنا غير لو صابلي كيبان. دونك اللي استعمل نهضر دابا مع اللي استعمل هاد المريشين. دونك وهذا غنكمل على هاد الطريقة تنرجع ان شاء الله نشوفو الشكل النهائي ديال صابلي ديالنا بحول الله. صابلي ديالنا كان هو هذا، يكون لذيذ جدا بهداك لو كروكون، وكيجي هشيش ومقروش غزال زوين، كيجي عجيب. بهداك المذاق الشوكولا مع داك القهوة كيجي هائل. زوقتو هكا بهاد الخطيطات، خطيطات هكا درتهم باج بحال هكا، درت شوية شكلاط بيض مع شوية شكلاط كحل، وعطاني هاد لاكولوغ. وبالنسبه لهاد لي كران كافي فديكتهم في داك البلاستيك اللي كيكون فيه لي كران كافي وكيكون فيه زويقات بزاف، درت شويه الشوكولا وذوبتو وحطيتو. نتمنى صابلي اليوم يكون راق لكم وعجبكم، وجربوه ان شاء الله، راه كيجي غزال هشيش وزوين. وبصحتنا وبصحتكم، وعواشر مباركه مسعوده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.